نعود إلى ميدان التحرير وزميلنا محمد سلامة. لو نقفل الاير بيس يا جماعة من فضلكم. سلامة، يعني ماذا يحدث في التحرير؟ ماذا قال حمدين ودكتور أبو الفتوح من على المنصة؟ في الحقيقة أستاذ لميس، كان الثلاثة مرشحين السابقين للرئاسة تحدثوا بشأن الاعتصام وانضمامهم إلى المتظاهرين في اعتصامهم حتى تحقيق مطالب الثورة واستكمال مطالبها. تحدثوا عن مجلس رئاسي مدني وضرورة تشكيله، وأعلن الأستاذ خالد علي عن إعلان هذا المجلس الرئاسي في الجمعة القادمة في مليونية الجمعة القادمة، وأيضا أعلنوا أن غدا سوف تكون هناك ثلاث مسيرات لكل منهم سوف يترأسها. الأستاذ خالد علي سوف يترأس مسيرة من مسجد الفتح حتى ميدان التحرير، حمدين صباحي من مسجد الصحابة حتى ميدان التحرير أيضا، بالإضافة إلى مسيرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مسجد مصطفى محمود حتى ميدان التحرير للتأكيد على تطبيق قانون العدل السياسي. والحمدين صباحي أيضا أكد على أنه لن يكون هناك انتخابات نزيهة بدون أو في ظل غياب قانون العدل السياسي الذي كان يجب تطبيقه منذ البداية. أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أكد على انضمامه للمتظاهرين ويجب إعادة محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأن تلك الأحكام التي صدرت من المحكمة ليست القصاص العادل لدماء الشهداء إبان الثورة. هل يعني غادر المرشحين أو المرشحون غادروا المنصة دلوقتي؟ نعم. خلاص؟ بالفعل يا استاذ لميس، هم غادروا المنصه فور انتهاء كلمتهم التي انتهت بقسم للشيخ مظهر شاهين على الاستمرار في الاعتصام، وكان المتظاهرين يرددون وراء هذا القسم. شكرا. انصرفوا من حوالي 10 دقائق تقريبا، انصرف المرشحين. شكرا زميلنا محمد سلامه من ميدان التحرير. نرجع تاني لروشته حضرتك دكتور احمد جلال لانعاش الاقتصاد المصري، السياسه النقديه باختصار بقى لان الوقت. لا، هو مفروض ان السياسه الماليه والنقديه يبقوا بيتجهوا في نفس الاتجاه. يعني اذا كان بنقول انعاش الاقتصاد من ناحيه بيتطلب سياسه ماليه توسعيه، فانا اعتقد ان السياسه النقديه يجب ان تكون ايضا توسعيه، ولن يكون لن تكون السياسه النقديه توسعيه في وقت نحافظ نستهدف فيه سعر الصرف. يعني مفروض ان اذا كان مثلا البنك المركزي الوقت يقلل الاحتياطي البنوك لديه علشان يزيد من قدر السيولة، ده سياسة توسعية بالمناسبة. بس في نفس الوقت انا عايز احافظ على الجنيه وما عنديش احتياطيات عشان استخدمها علشان تعدد هذا الجنيه، والفلوس اللي مرة مش جاية، انا محتاج سياسة تتسق فيما بينها. بس هو بيحافظ على الجنيه لان جزء كبير من وارداتنا، حتى لو كان بيدعم الجنيه، هو بيحافظ على الجنيه لان جزء كبير من وارداتنا بالدولار وجزء كبير بالعمله الصعبه، وبالتالي هو محتاج يحافظ على ده. لو والا عنده يعني مش الدين بقى بيزيد، ده بيزيد بشكل بيتفاقم. يعني ما فيش سياسه اقتصاديه على الاطلاق ملهاش عواقب او جوانب سلبيه. وهو شطارة ان الواحد يحقق الجوانب الإيجابية من سياسة ما ويلاقي وسائل أخرى للتقليل من الجوانب السلبية. في الحالة اللي حضرتك بتقولي عليها دي، لو سمح للجنيه انه يتحرك بشكل يتحرك قد ايه تفتكر يتحرك؟ لا انا مش عايز اقول قد ايه، لان مش عايز اشارك في الـ مش عايز يعني، وانا هقول لك سيناريوهين على كل حال. اتفضل. انما قبل كده علشان يسمح للجنيه انه يتحرك شويه، اولا بيقلل الضغط على انه ما فيش احتياطيات علشان يستخدمها علشان يساند الجنيه. حكايه التضخم دي، ما انا ممكن احاول اقلل يعني التاثير. اولا الواردات جزء من حزمه السلع والخدمات اللي بيستخدمها المصريين، وبالتالي نسبتها قد ايه؟ ما هيش الجزء الاكبر، وبالتالي جزء التضخم اللي هتجيبه مش هيترجم 100%. يعني بس مش عندك كل المحروقات، القمح، دي حاجات اساسيه، دي واردات اساسيه، مش بتكلم بس على السلع الاستهلاكيه. مفهوم. وانا بقول لحضرتك ان الاستهلاك بشكل عام من كل انواع السلع سواء هي وسيطه او
او نهائيه او كذا، الجزء الواردات فينها مش هو الجزء الاكبر، وبالتالي حجم التضخم اللي هيجي ما هواش عالي قوي قوي قوي. هيبقى فيه قدر من التضخم انما في نفس الوقت انا سمحت بنوع من التوازن. وفي نفس الوقت ممكن اكون ازود الصادرات، لان الوقت لما بيقل قيمه الجنيه الناس بتقدر المصدرين بيبقى عندهم حافز للتصدير اعلى، وبالتالي ممكن يصدروا اكتر، وبالتالي هيشغلوا ناس اكتر، فانا بحل مشاكل اخرى. يعني انا مش عايز يعني ابقى اسير لمقوله معينه وخوفي منها يمنعني من اني اعمل اللي يجب اني اعمله. التكلفه اعلى بكتير، وما ينفعش ان ما شوفي لما يبقى عندنا الاحتياطي كان حوالي 43 مليار دولار والوقت حوالي 15 مليار دولار، ده نزيف حقيقي. طيب انا عايز ارد على الجزئيه اللي حضرتك كنت بتساليها، هو ايه اللي ممكن يحصل للجنيه في المستقبل. وانا رايي ان محدش يقدر يقول الجنيه هيحصل ايه في المستقبل. ليه؟ لانه في سيناريوهين. السيناريو المتفائل اللي بيقول ان هتيجي حكومه جديده وهيبقى في رئيس جديد وهيبقى في رؤيه اقتصاديه وهيبقى في انعاش للاقتصاد وان الاستثمارات هتيجي وانه النشاط هيزيد وان الصادرات هتزيد وان التشغيل هيزيد. لو حصل كل ده الضغط على الجنيه بيقل طبعاً بدرجه كبيره جدا، وبالتالي الجنيه مش هيقل وقد يكتسب قيمه اضافيه. البديل الاخر هو انه الامور دي كلها تسوء، وفي الحالة دي الضغط على الجنيه مش بس هيبقى انه محتاج يقل ب 10 15% دلوقتي، هيبقى محتاج يقل اكتر بكتير من كده، وبالتالي المستقبل في ايدينا. وانا عايز استغل الفرصة دي علشان اؤكد على فكرة اساسية، وهي انا بعتقدها 100%، وهي انه قدرة مصر او مصر عندها فرصة حقيقية لانها تنتقل من دولة يدوب ماشية على قد الحال الى دولة يعني أحوالها أحسن بكتير جدا. لسه عندنا الفرصة دي؟ طبعا أكيد لسه عندنا الفرصة. لسه عندنا الفرصة. مراحل التحول في الدول الأخرى بتاخد سنوات ما بتاخدش شهور. فبالمعنى ده أنا مش متشائم قوي، واللي بيحصل ده نوع من المخاض اللي بنأمل إن هيطلع منه وليد صحي وحي وقادر على الجري مش على المشي. مش عايزين نضيع الفرصة دي، يعني عندنا فعلا فرصة حقيقية. الفرصة دي متمثلة في إيه يا دكتور؟ الفرصة دي متمثلة في تحول سياسي في دولة ديمقراطية مدنية فيها توازنات سياسية، فيها checks and balances، فيها توازن بين السلطات، فيها احترام الحرية، فيها المصداقية، فيها فكرة إنه عشان في التوازنات دي لما الدولة بتاعت بحاجة أو بتمضي على عقد معروف للآخرين إن مش هيغيروا رأيهم. ليه؟ لأنها مش متوقفة على رئيس صحي الصبح قرر انه مش عاجبه كذا هيغيره بشكل اخر او هيعمله عشان حد صاحبه، او مجلس الشعب قرر ان هو يغير كلام او مجلس الشعب. فالتوازنات في غايه الاهميه. انا بتصور ان لو نجحنا سياسيا بدرجه كبيره جدا احنا نجحنا اقتصاديا. التوازنات بمعنى انه بصراحة يعني لو الإخوان وصلوا إلى الرئاسة ده له سيناريوهين، في سيناريو بيقول ده جيد لأنه كده خلاص كل شيء في أيديهم وبالتالي هم هيمشوا في مسار واحد وغالبا هيساعدوا طبعا عايزين ينجحوا، وفي مسار آخر بيقول لا بس ده مش كويس لأنه في النهاية إحنا في اتجاه استحواذي آخر زي اتجاه الحزب الوطني. رأيك إيه؟ أنا رأيي أن مفيش دولة بتنجح من غير معارضة حقيقية، ونجاح هذه البلد بيتوقف على ان التيار الاسلامي ممكن يحكم، ممكن يشكل حكومه، ممكن يبقى عنده رئيس، انما لازم يبقى فيه معارضه حقيقيه متجمعه مش منقسمه عندها وجهه نظر وبتعمل عليها بشكل منتظم ومستمر وبتقوى مع مرور الوقت، ومن خلال قوه هذه المعارضه ومن خلال وجهتين النظر هيطلع لنا. الناس بتشوف، الناس اذكيه على كل حال، الناس بتشوف ما هو صحيح وما هو غير صحيح. ايه الاخطاء اللي ارتكبها النظام السابق اقتصاديا وعلى اي حكومه قادمه ان تصححها؟ انا بتهيالي ان الهدف بتاع النظام السابق الغلطه الجوهريه اللي لا تغتفر واللي محتاجين نغيرها في الفتره اللي جايه هي فكره إن التركيز على النمو الاقتصادي فقط والاستثمار وتراكم الاحتياطيات هي مقاييس النجاح،
وانه فكره العداله الاجتماعيه نتعامل معاها مع مرور الوقت، او نعمل بعض الحاجات البسيطه اللي هتحل لنا مشكله العداله الاجتماعيه، يعني التركيز على تراكم الثروات وقليل جدا من مين اللي بياخد عوائد هذا النمو. انا بالتالي دي الفكره المحوريه اللي اخطا فيها النظام السابق. المساله يمكن اعقد شويه من كده، لانه انا في تقديري انه حصل ده لانه طبيعه الحكم كانت فيها تركز في السلطه. وبالتالي وده الخوف فكره تركز السلطه بالظبط كده، لانه في النهايه بيخلق جماعه مصالح بالظبط. سواء بقى ده تسميه حزب وطني تسميه حاجه تانية، تركز السلطه وعدم وجود معارضه حقيقيه ونشاط السياسي بين طرفين على الاقل قويين هو ده اللي مش هيخلينا ودي مخاوفنا من تركز السلطه، انها في النهايه تخلق مجموعه مصالح. بالظبط كده. ايه الاشياء الايجابيه اللي حدثت فيه اقتصاديا في النظام السابق وعلى الحكومه القادمه ايا كانت ان تراعيها وتنميها؟ في شويه حاجات مش بطاله، يعني حاجات مش بطالة. يعني مثلا لو حضرتك فاكره، انا فاكر ان سنه 91 كان عجز الموازنه للدخل القومي حوالي 17-18%، احنا قلقانين الوقت يعني نوصل 10%. كان عندنا بتاع 7-8 سعر صرف لكل نشاط، سعر صرف مستقل للسياحه، سعر صرف صحيح. كان عندنا وحصل تحرير سعر الصرف، وحصل تحرير اللي في ناس كثيره معترضه عليه دلوقتي وشايفاه انه خطيئه. شوفي، في فرق بين ما هو اصل المسائل، يعني مع الاسف الاقتصاد الشيطان يكمل في التفاصيل. يعني ما ينفعش اني اقول سعر الصرف وبس كده، يعني لا، انا اتكلم على انهي، بتكلم على ايه بالظبط. يعني ساعتها كان عندنا عده سعر صرف، مش سعر صرف واحد، فلما وحدوا ده تحسن كبير اوريدي. الوقت احنا قلنا ان احنا في سنه 2003 عومنا سعر الصرف، عمرنا ما عومنا سعر الصرف. عشان وقتنا انتهى، كلمه اخيره في 30 ثانيه عن المستقبل، عن مستقبل هذا الاقتصاد. مصر لديها فرصه حقيقيه لتحقيق نقله نوعيه في هذه البلد ولمصلحه معظم المصريين، وارجو ان احنا ما نضيعهاش. أتمنى ذلك، ونحن في انتظار المولود من هذا المخاض. هي أولادة عسيرة شوية، ممكن تبقى قيصرية، لكن في النهاية ننتظر هذا المولود، ونتمنى أن احنا نقدر نستغل هذه الفرص، لأن في النهاية مش المهم نقسم الكيكة بيننا قد إيه، المهم أن ننتقل بهذا الشعب إلى نقلة أخرى. قضية الاستحواذ حذر منها الدكتور أحمد جلال، لأنها في النهاية تؤدي إلى تركز السلطات وتركز أصحاب المنافع وشلة المنافع مرة أخرى من كل الاتجاهات. دايما الاستحواذ يؤدي إلى تركز، وفي شلة دايما بتستفيد، ويعني بيبقى في أحادية الفكر. بشكرك دكتور أحمد جلال. ألف شكر. أعزائي المشاهدين، بشكركم شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى لمصر السلامة. نتقابل بكرة، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.